اخواني اليوم عندنا المحاضرة الثالثة تمثيل ميكانيكال سيستم بالستيت سبيس. عندنا هذا المثال هو عبارة عن تو ماس سبرينج ان ذا ميدل، وعندنا دامبر بالليفت هاند سايد. فايند رايت ديفرنشال ايكويشن فور ذا نتورك فيجر يوزنج ميثود اوف تشابتر 2 تو فايند لابلاس ترانسفورم ايكويشن اوف ذا موشن. Next, take inverse Laplace transform this equation assuming zero. تعلمنا بالمحاضرة الأولى شلون نكتب المعادلة. هذه أنا علمتكم شلون نكتب المعادلة من الماس وشلون نرسم الفري بودي دايجرام. فهنا أنا مباشرة نسوي كتب المعادلة. كتب المعادلة بالشكل هذا. وضعيني معادلة من الماس الأولى ومعادلة من الماس الثاني. واللي بيناتهم شو يصير هو ال K1. والفورس وين موجودة؟ الفورس موجودة على الماس 2. واضح اخوان؟ هذه هي الفورس موجودة على الماس 2. هنا ايش عندنا؟ كم مشتقة؟ هذه هنا عندنا تو، عندنا معادلة من الدرجة الثانية، وهنا عندنا ايضا معادلة من الدرجة الثانية. يعني ايش يصير عندنا؟ ايش تتوقعون؟ كم ستيت سبيس؟ كم ستيت اكويجن؟ راح نتوقع يكون عندنا 4 state equation. بس ايش نسوي؟ نعرف المشتقة الثانية ال x1 بالمتغير dv1 by dt. يعني نفرض متغير v نسميه ال v. ال v شو يساوي المشتقة الأولى مالت ال v؟ نسميها v1، خلينا نسميها v1 اخوان. فال v1 مشتقتها الأولى هي المشتقة الثانية لل x، وبالتالي حتكون المشتقة الأولى للإكس تساوي الـ V1. واضح؟ إذا هذا هو المتغير. شوف هذا هنا المتغير، وهنا إيش عندنا؟ المشتقة. إذا V1 يساوي المشتقة الأولى، وهنا إيش عندنا؟ عندنا مشتقة الـ V1 شو تساوي؟ تساوي المشتقة الثانية للإكس. يعني من هاي المعادلة نشيل الـ dx by d2 x1 by d2 x by d2 1 dt2 المشتقة الثانية لل x1، خلي بمكانها المشتقة الأولى المن لل v1 ونكتب المعادلة. وهكذا بالنسبة لل x2 نعرف متغير جديد نسميه v2 وهكذا. واضح اخوان؟ ايش يصير عندنا؟ يصير عندنا المعادلة بهالشكل هذا. dx1 احنا ايش قلنا؟ ايش قلنا؟ لازم ستيت، لازم تكون بدلالة ال state equation، لازم تكون من المشتقة الأولى، ما يصير نخليها بالمشتقة الثانية. واضح اخوان؟ تصير مجموعة معادلات من الدرجة الأولى، عفوا من الدرجة الأولى، من المشي هاي معادلة أولى من الدرجة الأولى، الثانية من الدرجة الأولى، الثالثة من الدرجة الأولى، وهكذا. هسه شنو نكتبها بالفكتور ماتريكس؟ هاي الطريقة أيضا أنا علمتكم عليها بالمحاضرة الأولى. فمجرد انه شو نسوي؟ نكتبهم بهالشكل هذا، نعزلهم، ننزل المشتقات من الجهة اليسرى والباقي هنا ايش عندنا؟ هاي شو تمثل بالستيت سبيس ايكويشن؟ تذكروها اكس دوت، وهذا الماتريكس اي، وهذه اكس بلس بي يو. اذا ترجعوا للمحاضرة السابقة هاي هيك كتبناها الستاندر مالتها. واضح اخوان؟ هذه انكتبت بهالشكل. هذا مثال ثاني، فايند ستيت سبيس لهذه النتورك. الصور هذا هم كلش بسيط. هذا هو المثال هنا، الحل مالته ممكن انه تكملوا او تجدون الحل بهذا الويب سايت. واضح اخوان؟ هنا عندنا هذه همات المعادله، مثل هذا الميكانيكال سيستم بمن مثله بستيت سبيس ريبريزنت translation mechanical system shown in figure below in state space. والاوتبوت مالتك منه هو ال x3، والاوتبوت حيكون ال x3. الانسر ايش بيه؟ الانسر هذا موجود. هذا شلون نحل اخوان؟ هنحل نفس المثال الاول، نفس هذا المثال الاول. ايش نتوقع؟ نتوقع عندنا يكون عندنا بدل الاربع راح يكون عندنا ست، حيكون عندنا ست معادلات. ست معادلات مثل ما تشوفون، 1 2 3 4 5 6، تحلوها بنفس الطريقة السابقة. هذا الموضوع هنا عندنا، هذا مهم، converting transfer function to state space، شلون نحول
ترانسفير فانكشن اللي اخذناها وين اخذناها بالشابتر الثاني، شلون نحولها الى الستيت سبيس. هنا كلش بسيطة، واحنا اوريدي اشتغلناها. اذا عندنا معادلة differential equation اللي هي هذه general form اخوان، هذه general form، هذه مو معادلة يعني خاصة في الموديل، بس general form هذا شلون نكتب ال differential equation، حتى نكتب بهالشكل هذا. convert y choose variable is to choose the output y of t and its derivative حد ال n minus 1 derivative as state variable. This choice called phase variable choice, choosing the states as follow. عندنا differential equation بهالشكل هذا، المتغير مالتنا هو شنو؟ هو الواي. فنجي نعرف متغير جديد اللي هو اكس. زين، هو اكس، فالواي شو حتكون؟ حتكون اكس 1، والدي واي تكون اكس 2، وهكذا وهكذا نستمر لوين؟ استمر للمشتق دي ان ماينس 1 على دي تي ان ماينس 1، المشتق القبل الاخيره يساوي اكس اوف ان. وبالتالي هسه من نكتبها احنا بهالشكل هذا، من نكتبها بهالشيء هذا، ان المعادلات اللي هي من 3 49 ل 3 49 دي نشتقن. واضح اخوان؟ هذا اني نشتقن، فالمشتقه مالتهم شو تصير؟ فاذا اكس 1 دوت شو تصير؟ هي الدي واي واي دي تي، والاكس 2 دوت دي 2 باي دي، وهكذا تستمر حد اكس دوت ان هي اعلى مشتقه. واضح اخوان؟ وبالتالي هنا ايش حيصير عندنا؟ شوف الاكس 1 دوت، اكس 1 دوت شو تساوي؟ مو دي واي باي دي تي؟ ارجع لي هنا الدي واي باي دي تي شو تساوي؟ تساوي اكس 2، فنكتبها بدلالة منو؟ دلالة الاكس. هسه نشيل الواي، هنا هاي المشتقة الاكس 1 دوت، نشيل الواي دي واي باي دي تي، نخلي منو؟ نخلي مكانها اكس 2، وهكذا. فهنا شو يصير عندنا؟ اكس 1 دوت تساوي اكس 2، اكس 3 دوت، اكس 2 دوت تساوي اكس 3، وبالتالي نحولهم كلهن بدلالة منو؟ بدلالة الاكس. فاذا الاكس دوت اللي على اليسرى واكس على اليمنى، واخر وحده هي شي تمثل لي المعادله الفاينل او على مشتقه اللي هي اكس دوت ان. هذه منين نجيبها؟ نجيبها من هنا. فهنا نشوف اذا خلينا مكان هذا المشتقه على مشتقه، نخلي اكس دوت سب ان، وهذا اللي شنو؟ هذا اللي كلهن نشيلهن من الطرف الثاني، نحصل على هذه المعادله اخوان. فاينالي شو نسوي؟ بس نرتبها على شكل ماتريس، على شكل ماتريسز. فيكون الترتيب بهالشكل هذا، الفيكتور الاول اللي هو اكس دوت، مثل ما علمتكم الصيغه العامه، المن الصيغه العامه للستيت سبيس هي شنو؟ هي عباره عن اكس دوت اي اكس بلس بي، بس واضح اخوان؟ بس مجرد نرتبها على شكل ماتريس. وبالاخير فاينالي سينس سولوشن اوف ديفرنشال ايكويشن is y of t or x1. فاذا الاوتبوت مالتنا ايش حيكون؟ حيكون هو ال y of t او ال x1، وبالتالي الاوتبوت شو يساوي؟ يساوي ال y مثل ما قلنا، ال y يا x من عندهم معرف والبقيه كلها مصفاره، هي جس x1. فاذا ال y يساوي 1، والبقيه الفكتور يساوي اصفاره تايمز شنو؟ تايمز الستيت مالتي، هاي هي ال y. واضح اخوان؟ فإذا بهالطريقة هذه نقدر نحول الـ transfer function المن للـ state space. إذا عندنا الـ nominator مال الـ transfer function هو شنو؟ هو constant، مثل نشوف هاي المعادلة. إيش حنسوي؟ نضرب بسيطة بين الطرفين مثل ما تشوفون، هذا الـ output، هذا الـ input، تصير 24R وبهالشكل هذا. The corresponding differential equation، differential equation لهذه المعادلة نمثلها في الشكل هذا. شوفوا هون نمثلها في الشكل هذا. هي هسه صارت عندنا شنو؟ صارت عندنا مشتقة منين؟ الدرجة الأولى، وبهالشكل هذا تنكتب. واضح هون؟ واضحة هذه؟ هنا أنا لما ناخذ نمثل المشتقة بمن؟ الستيت
الترانسفير فانكشن بالمشتقات ديفرنشال اكويجن، بدل الاس سكوير اس كيوب هي سي دبل دوت تريبل دوت، اس تربيع هي سي دوت. السي هو شنو؟ هو متغير، متغير بس شنو حتى نخلي عليه المشتق، نمثل بالمشتق. فهذه هي بلوك دايجرام مالته، شلون ترسم. وهنا أنا هو شنو؟ وهنا أنا هو عبارة عن الستيت سبيس بلوك ريبريزنتيشن من الستيت سبيس. فهاي ترانسفير فانكشن هو اي، والبي هو شنو؟ equivalent بلوك دايجرام showing phase variable when y يساوي ct. هذا شلون نمثلها بس لا اكثر ولا اقل. شلون نرسم؟ هسه اول شيء خلينا نوجد الاكس وبعدين نرجع هنا نراويكم شلون نرسم. هسه حتى نمثل هاي ترانسفير فانكشن بالستيت سبيس نجي نفرض المتغيرات اللي هو اكس، الستيت مالتنا ستيت فاريبل سميناها. فذا اكس 1 شي يساوي يساوي سي مثل ما اتفقنا، والاكس 2 يساوي سي دوت، والاكس 3 سي دبل دوت. هذه المعادلات اشتقها فش احصل؟ احصل اكس 1 شي يساوي يساوي اكس 1 شي يساوي اخوان يساوي سي دوت. ويعني شنو ذا يساوي سي دوت؟ يعني هو يساوي الاكس 2. فاذا هنا دايركتلي ايش كتب؟ كتب اكس 1 دوت يساوي الاكس 2، الاكس 2 كذلك، واضح؟ الاكس 3 ايش حتساوي؟ باوع هنا اشتق راح تصير سي تربل دوت. نرجع هنا سي تربل دوت شو تساوي؟ سي تربل دوت خليه هنا انا وانقل ذولا للجهة الثانية وعوض بمكان كل سي ما يقابلها من الاكس. فش نحصل؟ نحصل هذه المعادلة، واضح اخوان؟ والواي شو يساوي؟ الواي الاوتبوت الواي يساوي السي ويساوي الاكس 1، واضح؟ هنا بالفكتر لما نريد نكتبها على شكل فيكتور ماتريكس راح تنكتب اكس دوت اي اكس وشنو بي يو اللي هو هنا شنو الار، والاوت مالتي راح ينكتب بهالشكل هذا واي واي سي اكس، واضح؟ هنا اذا تريد ترسمها ترسمها بهالشكل هذا. هسه عندك المعادله واضحه، اتصور كلش هنا واضحه. هنا انا نكتبها بهالشكل هذا، شوف الار مضروب في نمبرز ويجي هنا يدخل ينجمع ويا من حتى نوجد الاكس 3 من هذه المعادله. اكس 3 دوت وين الاكس 3 دوت؟ هذه نبدي بهاي المعادله اخوان، نبدي بهاي المعادله اكس 3 دوت شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 24 تايمز ار بلس هذول بالماينس، ماينس 26 اكس 2 ماينس 9 اكس 3 ماينس 24 اكس شنو؟ اكس 1. فاذا اكس 3 دوت شو يساوي؟ تساوي مجموع ذني. زين الاكس 2 شو يساوي؟ انتجريشن لاكس 1 صح؟ حصلنا اكس 2 تايمز 9. اكس 1 شو يساوي؟ او الاكس 2 هي انتجريشن لاكس 3 وهكذا. الاكس 1 يساوي هذا، والاكس 1 هو يمثل لي هو الواي، هو الواي، واضح اخوان؟ هنا حصلنا عليه من هذا الترانسفير فانكشن الستيت سبيس منين الترانسفير فانكشن، واضحة؟ وهنا هم تكملة. وهنا عندنا أيضا مثال converting transfer function with polynomial in numerator. إذا عندنا بسط ومقام يعني بهالشكل هذا، فش نسوي؟ هم نجزئها بهالشكل هذا، نصير نجزئ البسط والمقام، نصير عندنا المعادلة بهالشكل هذا، نحصل الـ y. فهذه الرسم مالته. أولا separate number one separate into two cascade block مثل ما تشوفون، هذه هذا يقصد على هذا بالفيجر بي. زين بعدين find the state equation block equation for a block containing the denominator. We noticed that first block denominator is 1/24. Example منو example السابق يعني. Those the state equation are same expect in the system input matrix 1/24. يعني هذا نفس المثال السابق بس عندنا نضاف لنا بسط. Then introduce the effect of the block with the with the denominator. The second block of the figure 3/12b اللي هو هذا، هذا يقصده. زين يعني هذا يكون تأثير على اليمين، على اليمين فقط على ال يكون تأثير على ال output. راح نسوي له معادلة المن هو للاوتبوت، يعني راح نكتب بهالشكل هذا متغير c يساوي b2 s square b1 s b0 x1 of s.
هاي هي المعادلة اللي راح نسويها، هاي بناخذ لها لابلاس، أو هي بالأحرى هي لابلاس هذا شكلها. بس هسه شنو، هسه نحاول نغير هاي الاكس، او نكتب هاي الاكس بما بدلالة الستيتس، بدلالة الستيتس. فهذه الستيتس حتكون عندنا اكس 1 دبل دوت هنا، لان عندنا سكوير، وهنا 7 اكس 1 دوت، وهنا 2 اكس 1. وصلنا عندنا هنا اكس 1 يساوي هو اكس 1، اكس 1 دوت يساوي اكس 2، واكس 1 دبل دوت يساوي اكس 3. فذني الاكس 1 واكس 1 دوت واكس، هذني شو نسوي؟ هذا نبدلهم بدلالة الاكس، ما نخليهن مشتق اخوان. هنا الاكس دوت ما تبقى هنا على اليمنى، على الجهة اليمنى بالمعادلات ما عندنا اكس دوت، كلها نحولها بدلالة الاكس. فإذا هنا اكس 1 دبل دوت شو تساوي؟ هي اكس 3، فصارت بهالشكل هذا بي 2 اكس 3، بي 1 اكس دوت، بي نوت اكس دوت، وهكذا. وهي تكتب هالشكل هذا دوت ذا لاست بوكس فيجر بي كولكت ستيت جنريت ذا اوت بوت. يعني هذا البوكس يخص المن، هذا يتعلق بين، يتعلق بالاوت بوت اللي هو السي اوف الاس، سي اوف الاس. وبالتالي معادلته شلون حتنكتب؟ مثل ما تتذكرون الاوتبوت معادلته واي بي اكس، وهنا البي شنو 271، والاكس هي بهالشكل هذا. هنا عندنا مثال اخر ممكن انه تطبقوه وتتعلمون من عنده. الموضوع له converting from state space to transfer function. هنا نسوي العكس، هذا هو الستيت سبيس، x دوت a x زائد b y c x زائد d، وهذه هي الفورم العامة للمين ستيت سبيس. هذه اذا ناخذلها اللابلس ترانسفورم راح نحصل هذا الشكل هذا. ذني نكتبن شنو كان السمول، كتبن بالكابيتال ونضافت لنا الاس، تعرفون هذه اللابلاس كلش بسيطة. زين، من المعادلة الأولى إذا أخذنا عامل مشترك بالـ x of s، عامل مشترك بين هذا الترم وهذا الترم، فشي يصير؟ s i minus minus capital A x، شي يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الـ bu. هذا الـ i شنو؟ هذا هو الـ identity matrix، تعرفوا هي ماتريكس مربع كل عناصر أصفار ما عدا الدايجونال واحد، واضح؟ لأن هنا s هو عنصر، ما يصير نطرح من عند ماتريكس، فلازم نضربه بماتريكس حتى تصير ماتريكس ماينس ماتريكس، واضح اخوان؟ احنا اللي نريد نحصله شنو؟ نريد نحصل اكس. فاذا نقسم الطرفين على اليمين على اس اي ماينس اي، وبالتالي هنا من نقسمها تصعد تصير انفرس، وتعرفون شلون تطلعون الانفرس للماتريكس. هنا الواي نفس الطريقه، هنا الواي معادلته شنو؟ معادلة y يساوينا c x of s du. x of s وجدناها اللي هي هذه، اللي هي هذه نعوضها وين بديش المعادلة، فيش تصير؟ تصير c s i minus a inverse bu، واضح؟ ونخليها بمكانها بالضبط، يعني c تبقى بمكانها، ونجيب قيمة الاكس نخليها هنا بلس شنو؟ بلس du. اليو هو عامل مشترك نسحبه، في شي يصير عندنا؟ يصير عندنا الواي يساوي سي بين قوسين اس اي ماينس اي، طبعا ذني كلهن ماتريكس لان بالبولد مكتوبات، وهكذا. شو نسمي هذه هي الماتريكس؟ هذه الماتريكس اللي هي سي اس اي انفرس تايمز بي تايمز بي بلس دي، ترانسفير فانكشن ماتريكس. انا اسميها ترانسفير فانكشن ماتريكس از ريليتد تو ذا اوتبوت فيكتور واي اوف s and the input vector u of s. however u of s يساوي u of s، y of s يساوي y of s، يعني scalar مو vector. we can find transfer function بهالشكل هذا، واضح اخوان؟ ان الترانسفير فانكشن هي هذه مالتنا. ناخذ مثال ونشوف. عندنا هذا المثال، هذه هي الستيت سبيس، وبالتالي شو نسوي؟ خطوات نكتب المعادله x دوت شو تساوي وy دوت شو تساوي، وبعدين نوجد، نحاول نوجد الـ si minus a، وبعدين نوجد الـ inverse مالته. هذه طريقة الـ inverse تعرفوها من الماث، إذا ما تعرفها بس تسوي لها revision من الكالكولاس راح تعرف شلون توجد الـ inverse المن للماتريكس هذه si minus a. ذني two matrix تسوي لها subtraction مثل ما تشوفون، حصلنا بعدين وجدنا الـ si minus a الـ inverse، وبالتالي وجدناه بهالشكل هذا. وعدنا نعوض الـ si minus i inverse والـ b والـ c والـ d بالمعادلة اللي هي 3
ثلاثة ثلاثة وسبعين، شنو هي المعادلة ثلاثة ثلاثة وسبعين؟ هي هذه، بس نعوض ضمن الماتريكس كل واحدة بمكانها. اخوان المكان كلش مهم، الترتيب كلش مهم، لازم يبقى كل من بمكانه. نحصل شنو من عندها؟ نحصل من عندها ترانسفير فانكشن. عملية جدا بسيطة، وهاي اسايمنت لكم ممكن ان تسووها. واضح اخوان؟ لهنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، وشكرا جزيلا.